طيب احنا وصلنا دلوقتي لاخر ربنا نص رمضان، هعمل لكم النهارده ان شاء الله حمام. نفسي الحمام كده حلو كده عشان ايه الدم اللي فيه والزفاره اللي فيه. دلوقتي احنا عملنا على كل حماميه بصل متوسطه كده كل الحل. دلوقتي هنخلط البصل الحمام بالبصل مرته كده جميل قوي. في ناس بتعمله بالرز وفي ناس بيعملوه، في ناس بيعملوه بالبصل وفي ناس بيعملوه بالفريك وفي ناس برضه بيعملوه بالرز. يسووا الرز وبعد يحطوا عليه فلفل اسود وملح ويحطوه في قلب الحمام، بس احلى ما تعمل المرته دي هتبقى طعمها جميل قوي. خلاص اهو خلصنا التخليط، هنحط عليهم نص كوباية مية ونشغل عليهم المقادير. نشغل التجاز ونحط نص معلقة ملح عشان ما يبقاش حاجة. دلوقتي هحط حبة فلفل اسود عشان يتحرك البصلة كده حلو، يدي طعم من التاكل بقى في الحمام. متكتريش عشان ما يسودش. خلاص اهي استوت البصل اهي بتاعت الحمام اللي احنا هنحشيه. العائد بتاع الحمام احطه على النار لغايه ما اعمل الحمام. لازم تيجي من بطن الحمام كده مرته عشان يجي له طعم. خليت فص الحمام حلو. خلاص اهو حشيته اهو، هحط الباقي من الحمام ده المرته دي احطها في الشوربه بتاعت الحمام. عشان المرته دي تفضل جواها ما تطلعش وتاكليها بقى ساعة ما تيجي تطلعيها بعد ما تتحمر كده وتبقى جميلة. الكبد والقوانص دي ممكن تعينيهم تحطيهم في الرز البسمتي، مش لازم تعملهم يعني مع الحمام. احنا كده خلاص خيطناهم وخلاص هنحطهم بقى في الميه بتاعتنا.
حبة اثنين حلو لا ربع فلفل معلقة كده هو نص ساعة كده وتنزلي سمنة تحطها في قهر الصينية كده ونطلع الحمام ربع ساعة كده بقى وتطفى عليه هيتحمر على طول بس لازم تشغل الفرن قبلها بربع ساعة